وصل كرفان المناخ والبيئة إلى محافظة دمياط، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسف والأمم المتحدة والإدارة العامة للطلائع بمديرية الشباب والرياضة بدمياط. تضمنت القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة تشمل ورش عمل لبناء القدرات وحوار الشباب ومسابقات حول تغير المناخ، وكذلك ورش العمل والمشروعات المختلفة التي تختص بهذا الموضوع. احنا نازلين تبع كرفان بيلف 27 محافظه، بس احنا النهارده موجودين في دمياط في ابو جريده. هنتم النهارده عدد من الانشطه تكون موجوده ان شاء الله في المركز، زي اننا هنعمل فقرات توعويه للاطفال وللنشأ عن مخاطر التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري والمقاومات البيئيه. انهينا لغايه دلوقتي تقريبا 21 محافظه او 22 محافظه، احنا حاليا في محافظه دمياط. في كل محافظه بيقف فيها الكرفان بيعمل مجموعه من الانشطه التوعويه بنوعي بيها بموضوع التغيرات المناخيه وازاي ان احنا نبقى صناع تغيير في المناخ بتاعنا، وايه هي اضرار المناخ وازاي احنا نحافظ على المناخ بتاعنا.